الحمد لله، الحمد لله الذي أرسل نوحا فجعله عبدا شكورا، وأرسل أيوب فجعله عبدا صبورا، وألقى بقميص يوسف على وجه يعقوب فارتد بصيرا، وأرسل إلينا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وهب الغنى للعالم والجاهل، ويسر الثراء للعامل والعاطل، ثم حاسب كلا بما قدمت يداه، وجعل أكرم الخلق عنده من خافه واتقاه. سأل أحد الصالحين ولده وقال له: يا بني ادعو الله لي، ادعو الله لي. وكان الغلام عمره لا يتجاوز 5 سنوات، فدعا لأبيه قائلا له: يا أبتاه، أسأل الله رب العالمين أن يجعلك آدمي التوبة، إدريسي المكانة، نوحي العمر، إبراهيمي الوفاء، إسماعيلي الوعد، شعيبي التوفيق، موسوي الشجاعة، هاروني الشفقة، زكريائي الإجابة، أيوبي الصبر، يحيوي البساطة، عيسوي الرحمة، محمدي الخلق. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومصطفانا وقدوتنا ومعلمنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي هو ألف الألفة وباء البهاء وتاء التحلي وثاء الثبات وجيم الجمال وحاء الحلم وخاء الخير ودال الدلال وذال ذكر المتعال وراء الرحمة الكبرى وزاي زين الوجود وسين السعود وشين الشهود وصاد الصفاء وضاد الضياء وطاء الطلال وظاء الظلال وعين العلم وغاء الغنى وفاء الفتوة وقاف القوة وكاف الكمال ولام اللطف من المتعال وميم الملك ونون النوال وميم الملك ونون النوال وواو الوفا وهاء الهنا وواو الوفا وهاء الهنا ولام ألف توحيد لا إله إلا الله ويا ينبوع الرحمة الكبرى محمد رسول الله صلى عليك الله يا رسول الله. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، من قناة مصر البلد أقول نداء، نداء إلى كل من عصى ربه ومولاه. من قناة مصر البلد أقول نداء، نداء، نداء إلى كل من عصى ربه ومولاه، نداء إلى كل من عق أمه وأباه، نداء إلى كل من عق أمه وأباه. اسمع يا من تجامل امرأتك على حساب أمك وأبيك، اسمع يا من رفعت صوتك على أمك وأبيك، اسمع يا من جاملت امرأتك على حساب أمك وأبيك. أقول لك بداية من مصر البلد، محكمة، محكمة. قال الله جل جلاله، اسمع كما جاء في سورة الإسراء: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اسمع، وقضى، محكمة، وقضى. نسمع تاني: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. اسمع، يعني ربنا بيقول لك قول لا إله إلا الله، وبعدين وبالوالدين إحسانا. أمك وأبيك، وبالوالدين إحسانا، أمك وأبيك، وبالوالدين إحسانا.
أمك وأبيك. اسمع، قال الله جل جلاله كما جاء في سورة النساء رقم 36: واعبدوا الله، يعني قول لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبعدين وبالوالدين إحسانا، أمك وأبوك، وبالوالدين إحسانا، أمك وأبيك، أمك وأبيك. سامع واحد بيقول لي: يا عم الشيخ أنت عمال تقول أمك قبل أبوك، أمك وأبيك، يعني الأم قبل الأب؟ نسأل سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا قلت لحضرتك قبل كده لما يذكر اسم سيدنا النبي نصلي عليه صلى الله عليه وآله وسلم. اسمع، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة: جاء رجل أعرابي إلى سيدنا رسول الله وسأل: يا رسول الله، سين سؤال، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ سين سؤال لسيدنا النبي: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ يقوم سيدنا النبي يقول: اسمع، أمك، أمك. سين اثنين: قلت ثم من؟ مين بعد أمي يا رسول الله؟ أمك. قلت ثم من؟ سين ثلاثة: قلت ثم من؟ قال النبي: أمك. قلت ثم من؟ قال أبوك. أنا أقول لكل من يستمع إلي الآن ويشاهدوننا عبر قناة مصر البلد، أقول لكل من يستمع إلي الآن، أستحلفكم جميعا بالله، لما سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأل من قبل أعرابي، من قبل رجل، ويقول له: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ وسيدنا النبي يقول له: أمك. قلت ثم من؟ أمك. قلت ثم من؟ أمك. أنا بستحلفك بالله، ياللي سمعني، سرك مع أمك ولا سرك مع المدام؟ سرك مع امرأتك. أنا أقولها بكل صراحة ووضوح، ومحدثكم أولكم، أسرارنا مع نسائنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إحنا في مجتمع غريب. النهاردة أنا لما أسمع كلام أمي، أسمع كلام أمي ده قبل الزواج، لما أروح وأقول أنا طالب بنتك يا عم الحاج، يقول لي: أوديها مسيغة يا مولانا، خدامة يا عم الشيخ. تطلع الست حماتي تقول: بس بشرط تروح معزولة. سمعني الصلاة على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أنا أقول لكل من يستمع إلي الآن: ليه أمي؟ لأن سيدنا عيسى ابن مريم لما حب يتباهى، اسمع قال إيه في سورة مريم وهو طفل رضيع: قال إني عبد الله، ما توحد الله، اسمع، قال إني عبد الله. لما أنا في المجتمع ده، المجتمع غريب، متفقين، لما أسمع كلام أمي يقول لك: ده الولد ده ابن أمه. شرف لي وشرف للدنيا كلها إن أنا أبا ابن أمي، وشرف للدنيا كلها إني مدس والدتي على دماغي. أنا بقول لك بعلوصوتي، والله ثم والله ثم والله، أنا ما بطلع ولا أتحرك أي مكان إلا أمي بتدعي لي زي أي واحد في الدنيا، تقول لي: روح يا ابني، ربنا يحبب فيك طوب الأرض، روح يا ابني، ربنا يحبب فيك خلقه. حبيبي اللي سمعني، اسمع سيدنا عيسى ابن مريم هو طفل بيقول إيه: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. اسمع، وبرا بوالدتي، اسمع، وبرا بوالدتي، اسمع، وبرا بوالدتي. حبيبي، عاق الوالدين لا يقبل الله منه صلاة، عاق الوالدين لا يقبل الله منه زكاة، عاق الوالدين لا يقبل الله منه صيام رمضان،
عاق الوالدين لا يقبل الله منه أمرا بمعروف، عاق الوالدين لا يقبل الله منه نهيا عن منكر، عاق الوالدين لا يقبل الله منه حتى ولو حج بيت الله الحرام. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا كبير ولا صغير، لا فرض ولا سنة. أول واحد عاق الوالدين، أول واحد عاق الوالدين. بل قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، اسمع، ثلاثة لا ينظر الله إليهم، ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أنت متخيل؟ أنت متصور؟ ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، لا كبير ولا صغير، لا فرض ولا سنة ولا أي شيء. واحد عاق الوالدين. أنت متخيل لما سيدنا النبي يقول لك ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم؟ أول واحد عاق الوالدين. كل مصيبة تلاقي عاق الوالدين. أستحلفك بالله، كل من يستمع إلي الآن ويشاهدني لي طلب عند سيادتك، بقول لك بعلو صوتي، أمك وأمي اللي هي نور عينينا التي هي نور أعيننا، أمك هي الركن الركين والحصن الحصين بعد توحيد الله رب العالمين. أنا هسألك سؤال وتجاوبني الصراحة، فين حلق أمك؟ فين صيغة أمك؟ فين الأشياء دي؟ كل الأشياء دي صيغة أمي زي صيغة أمك انصرفت علي وعليك علشان تعلمنا، حطت إيديها في إيد أبوك رحمة الله عليه وإن كان موجود، أسأل الله رب العالمين أن يبارك لنا في صحته. حبيبي أمك باعت الغويشة، هات لي أم النهاردة في مصر في إيديها خاتم من ذهب، فين ختمك ياما؟ باعته علشان تخليني راجل. فين حلقك ياما؟ باعته علشان تخليني راجل. فين الاسورة بتاعتك ياما؟ باعته علشان تخليني راجل. مش بس وكده، ده ان كان لأمي نصيب من ميراث ابوها، عارف امي عملت ايه؟ باعت ميراث ابوها علشان اطلع على دمياط، علشان اجيب تلات اوض، وعشان اجيب الشبكة، علشان اجيب الشبكة لمراتي. بعد كل ده انا اقف قدام امي؟ بعد كل ده انا ارفع صوتي على امي وابويا؟ انا قلت للشعب المصري كله وقلت للعالم الذين يسمعونني الان، قسما بالله العلي العظيم، والدك زي والدي، موظف بسيط، عمل ايه لما حبيت تتجوز؟ فاكر ابوك عمل ايه؟ حاجة من اتنين، يا باع ارض علشان يخليك راجل قدامنا سايبك وتطلع علشان تجيب العزال والقوض، يا إما عمل قرض على مرتبه علشان يخليك أصيل مؤصل ابن أكرمين قدامنا سايبك. أنا أقول لكل من يستمع إلي الآن، لكل من يستمع إلي الآن، والله ثم والله ثم والله، البر ثمرة طيبة ستذوقها في الدنيا قبل الآخرة، والعقوق ثمرة مرة ستذوقها في الدنيا قبل الآخرة. قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اثنان يعجلهما الله في الدنيا قبل الآخرة، واحد البغي، اثنين اللي هو الظلم، اثنين عقوق الوالدين، عقوق الوالدين. وأنا أسوق إليكم الآن أسوأ قصة عقوق عرفتها جمهورية مصر العربية. أم عندها 80 سنة اشتغلت عند طوب الأرض عشان تطلع 2 رجالة، اشتغلت عندك وعندي عشان تربي 2 رجالة في وسط المجتمع المصري. الأم دي اللي عندها 80 سنة استطاعت بعرقها وبجهدها تطلع 2 رجالة في المجتمع المصري، بس للأسف الشديد الولد الكبير لا يعرف لا ربا ولا نبيا.
حتى أصيبت الأم بجلطة أدت إلى شلل نصفي، يعني مكسحة رجلين ما بتعرفش تمشي. الولد الصغير كان اسمه أحمد، الأم دي كانت بتندع عليه وتقول له يا غالي. ليه؟ لأن أحمد كان بارا بأمه، لأن أحمد كان بارا بأمه وكان بيسمع كلام أمه. فكانت الأم بدل ما تقول له يا أحمد كانت تدلعه وتقول له يا غالي، تقول له اسم الله عليك يا غالي، روح يا غالي، تعال يا غالي، ربنا يحبب فيك طوب الأرض يا غالي، ربنا يحبب فيك خلقه يا غالي، إلى أن تزوج الغالي. ويا ليت الغالي ما تزوج، ويا ليت الغالي ما تزوج. ثلاث أربع سنوات الغالي مراته قالت له، مراته قالت له أمك بر، أمك بر، قال لها أمي، أمي عندها 80 سنة، قالت له يانا يمك، أمي عندها 80 سنة يانا يمك، أمي مكسحة رجلين يانا يمك، أمي أروح بيها فين؟ قالت له يانا يمك أروح فين؟ ده اشتغلت بينا عند طوب الأرض علشان تخلينا رجالة، قالت له يانا يمك أروح فين؟ أوديها فين؟ قالت له وديها عند أخوك. حمل أمه على الأكتاف ومشي بأمه إلى بيت أخيه. عند بيت أخوه وجد قفلا، قفلا كبيرا على الباب. الشيطان ضحك عليه، أودي أمي فين؟ قال له امشي كده على الطريق هتلاقي مغارة، امشي في آخر الطريق هتلاقي خرابة، هتلاقي متاهة، ارمي أمك وارجع. فحمل أمه على الأكتاف، مشي يمين وشمال على جلبتي الطريق يمينا وشمالا. كان في ورق شجر، أمي كانت تاخد من ورق الشجر المكسحة رجلين، تاخد من ورق الشجر وترمي على الأرض، تاخد من ورق الشجر وترمي على الأرض. وصل إلى آخر الغرابة، إلى آخر المتاهة، إلى آخر الخرابة، إلى آخر المغارة، بيحط أمه وجاي يمشي. قالت له على فين يا غالي، على فين يا غالي، حط عينك في عينيا يا أحمد، قال لها مش قادر، حط عينك في عينيا يا ضنايا، قال لها مش قادر ياما، حط عينك في عينيا يا أحمد، قال لها مش قادر ياما، حط عينك في عينيا يا ضنايا، قال لها مش قادر ياما. حطيت أمك ورميت أمك ورايح فين يا أحمد؟ ما ردش عليها. يا أحمد، قال لها أيوه ياما، تعرف تروح يا ضنايا؟ قال لها أنا تايه ياما. قالت له يا أحمد بص على الورق اللي أنا كنت برميه، شفت الورق اللي أنا كنت برميه يا أحمد؟ أيوه ياما. قالت له امشي على أثر هذا الورق سترجع سالما غانما إلى امرأتك وأولادك. اسمع قصة رجل ضل أغواه الشيطان فزل، اسمع قصة رجل ضل أغواه الشيطان فزل، جاءته زوجته فقالت إن أخاك بأمك أولى، إن أخاك بأمك أولى، خذها لدار أخيك ودعها إني سئمت العيشة معها، خذها لدار أخيك ودعها إني سئمت العيشة معها، لو تهواني بحق خذها يا زوجي ولا ترجعها، لبى القول بقلب جافي لم يتذكر حضنا دافي، لبى القول بقلب جافي لم يتذكر حضنا دافي، حمل الأم على الأكتاف أرضى الزوجة لبى القول كلما سار الدرب يطول وصل لدار أخيه فوجد قفلا فوق الباب يقول لا لن تجد بداره أحدا ظل يجيء ويذهب تارا
ظل بأمه لف ودارا، ظل يجيء ويذهب تارا، كلما ذكر الزوجة سارة، كلما ذكر الزوجة سارة، أشبع أمه سوءا قولا، أشبع أمه سوءا قولا، ظل يفكر فيها طويلا أفكارا تتلو الأفكار، ظل يفكر فيها طويلا أفكارا تتلو الأفكار، هداه الشيطان لحيلة، هداه الشيطان لحيلة، هداه الشيطان لحيلة، هداه الشيطان لحيلة، قال اتركها بأي مغارة، قال اتركها بأي مغارة، قال اتركها بأي مغارة، سرى بأمه غير مبالي بحلال معها وحرام، سرى بأمه غير مبالي بحلال معها وحرام، كم كانت تدعوه الغالي، كم كانت تدعوه الغالي، كم كانت تناديه الغالي، كم كانت تناديه الغالي، كم كانت تدعوه الغالي، كم كانت تناديه الغالي، وهو الآن يرد الفضل، وهي على كتفيه تقطف، وهي على كتفيه تقطف ورقا من شجر أعلاها، ورقا من شجر أعلاها، كلما سار تقذف ورقة، كلما سار تقذف ورقة، كلما سار تقذف ورقة، كلما سار تقذف ورقة، كيف لأم تنسى ضناها، كيف لأم تنسى ضناها، كيف لأم تنسى ضناها، كيف لأم تنسى ضناها، ألقه أمة قالت ولدي، ألقه أمة قالت ولدي، ألقه أمة قالت ولدي، ألقه أمة قالت ولدي، أخشى عليك تتوغ يا كبدي، إني رميت الورق ليهدي، عد على أثره حتى تصلا. والله 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 والله، لو خيرت أمك، لو خيرت أمك، لو خيرت أمك بين حياتك وموتها، والله لو خيرت أمك بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها، لاختارت حياتك بأعلى صوتها، لاختارت حياتك بأعلى صوتها. اللهم استر عوراتنا، آمن روعاتنا، اهد شبابنا، تول أمرنا، أحسن خلاصنا، فك أسرنا، أجبر كسرنا، أجبر كسرنا، اشف مرضانا، اشف مرضانا، ارحم موتانا، أحسن ختامنا، أحسن ختامنا، ارزقنا زيارة بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، رد عن مصرنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وحسد الحاسدين وتخريب المخربين وعبث العابثين وطمع الطامعين وفساد المفسدين، اجعل مصر وشعبها وجيشها في أمانك وضمانك يا الله. عباد الله، شكرا لكم حسن استماعكم، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته.